هنرجع القاهره هنرجع مع الناس. احنا رحنا مع الكابينه مع الكنسال القطر مع ام بشرى، دلوقتي نرجع مع الناس. السلام عليكم، كله تمام؟ توصلوا بالسلامه ان شاء الله. كله نازل في محطه مصر، ها؟ ده اخر 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 الطريق بتاعنا، صح؟ ازيك يا ست الكل؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه جايه منين؟ من المنيا. ها؟ من المنيا. جايه من المنيا. ايوه. اسمك ايه يا امو؟ جمينه. ها؟ جمينه. جمينه؟ اه. ازيك يا جمينه؟ كويسه. كويسه؟ اه. رايحه القاهره تعملي ايه؟ رايحه مصر تعملي ايه؟ قاعده مع ماما. ها؟ قاعده مع ماما. قاعده مع ماما؟ ربنا يخليها لك. انتوا ركبتوا من المنيا؟ قطعتوا بقى في المنيا؟ ايوه باذن الله. ايوه. القطع فيه مشاكل؟ حصل مشاكل في التذاكر؟ لا 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 بذمتك؟ لا والله مش كلام تلفزيونات. والله ابدا. والله ابدا. بتركبي القطر كل قد ايه؟ عادي انا ما بجيبهم عادي من عند امه. اه. كل اسبوعين عادي. يعني كل اسبوعين بتقطعي من المنيا او بتقطعي من هنا من محطه مصر؟ ها؟ ومفيش مشاكل بتحصل خالص؟ لا لا لا، ممكن في مصر اللي الاقي معلش. في مصر هي اللي بتحصل مشكله شويه؟ ليه بقى ازاي؟ مع الناس وكده من الزحمه بس. آه. عادي. زحمه بس يعني؟ اه. بس. بس كده. تستخدم القطر قد ايه؟ كل 15 20 يوم كده. كل 15 20 يوم تستخدم السكه دي؟ اه. طب وايه نظام القطر معاك؟ تمام يا باشا. ها؟ تمام 100 100. تمام والله. قول لي بالظبط. لا تمام 100 100 والله. تمام. مفيش حاجه مضايقاك؟ لا والله يا باشا. الزحمه مش مضايقاك؟ لا لا. ها؟ لا لا. عادي والله، كلنا اخوات مع بعضين. طب كويس. والتذاكر؟ لا كويس تمام 100 100. ها؟ تمام كويس. بتدفع كام في التذكره؟ 15. 15. اه. بتقطع على طول ولا اتغرمت قبل كده؟ على طول يا باشا. ما اتغرمتش قبل كده؟ ما اعرفش، انا بادي بادي 120. ايام العيد 70. ده الميكروباص. ايام العيد 120، انا كنت هحتسب الميكروباص بس قال 120 جنيه. بتركب منين؟ ركبت من المنيب. بتركب المنيب؟ اه من المنيب. اه. العيد اللي فات ده لسه حاليا راكبها ب 120. انت بتستخدم القطر كل قد ايه؟ لا كل شهر، كل شهرين، كل 15 يوم. عادي على حسب الشغل. 15 جنيه بس، بسيطة يعني. أنا راكب من المنيا. من المنيا. تمام. المشكلة بالنسبة لك البياعين؟ هي ضمن المشاكل بس المشكلة الكبرى. آه. ليه؟ لأن عيالهم بيبقى مثلا إيه؟ مش كويسين. آه. بيشربوا مخدرات، تمام؟ ستات بتاع، سككهم كلهم غلط في غلط. آه. لا بس في منهم الناس المحترمه اللي هم جايين يشتغلوا. آه. اللي هم ده باب رزقهم، بس هي دي مسببه مشكله كبيره. آه. يعني المفروض يتحط لها ضوابط. آه. تمام، عشان ما بيضايقونا جامد يعني. انا ما اعرفش انا، هل من ممكن يبقى فيه رخص للناس دي ولا لا؟ لا يا فندم، ما ينفعش اعمل. انا بسال، انا ما اعرفش خالص. رخصه لان هو بائع. حاضر يا فندم. حاضر. هو بائع جائل غير مسجل في الدوله انه بائع، بيركب ارزقي زي ما بيقولوا، بيركب بالمخالفه لكل تعليمات. انا كسكه حديد في الحال انك تطبق عليه القانون اللي عندك. اطبق عليه القانون اللي موجود حاليا. القطر اخباره ايه معاك؟ اه كويس الحمد لله، كويس يعني. بس هو في يعني الـ في المحطه تضمنه بقى احيانا بيبقى زحمه يعني، ممكن الواحد يجي في معدي يبقى القطر خلاص على وصول. اه. فبيضطر يركب جوه القطر ويدفع الغرام. اه. فما بتلحقش، بتبقى جاي متاخر بتلحقش تقطع. آه. فتدفع الغرام. احيانا بس مش على طول. لما تركب اللي بعد. احيانا لما يبقى في فرق ساعتين، لما يبقى في فرق ساعتين بدري ربع ساعه. ايه رايك؟ هو ما نيجي بدري ويتاخر هو بظروف. ازيك يا راجل؟ طيب ازيك؟ ايه ما تعرفتش بيه؟ حمد محمد عبد الظاهر. ازيك يا عم حمد؟ الله يخليك. بقالك مش شايفكم سنه قد ايه؟ 21 سنه. 21 سنه ان شاء الله. كنت راكب مع حد من زمايلك دلوقتي كان بيقول لي انه جت فتره كده والهيئه راحت خالص، صحيح؟ لا الحمد لله كويس. الحمد لله. هو كان بيتكلم على فتره بس، قول لي. هي فتره بس بتاعت ايام الثوره بس وبتاع. آه. دواتي فهي. آه. لمؤاخذه مفيش غير ايام الثوره بس، والحمد لله الامن رجع والامان رجع والسكه الحديد رجع بقوتها كلها يعني على الاول. بنظرتك كده بتقديرك. آه. كم واحد من الناس احنا في عربيه دلوقتي؟ العربيه دي مثلا حمولتها ايه؟ قد ايه بشر؟ يعني حوالي يمكن 200 واحد، يعني 200 واحد بس. تشيل 200 واحد. آه. قاعد واقف. قاعد واقف. ها؟ قاعد واقف. بيبقى كم منهم انت بخبرتك كده؟ كم منهم بيبقى قاطع وكم منهم مش قاطع؟ اه في ممكن لما اقدر الاقي فيهم 20 مش قاطعين، لو ده قاطع من الشبابيك لان دلوقتي طيب. التذاكر اتفضل يا باشا. قبل الغرامه وبعد الغرامه. آه. الامور اختلفت معاك في الركاب؟ اه اختلفت. يعني قبل الغرامه اختلفت. اه بتجيب ايراد؟ هو معلش انا هسال سؤال، هو كان في غرامه وما بتطبقش؟ لا هي كان في غرامه وما كانش في غرامه. كانت كانش في تطبيق ليه؟ الغرامه كانت ضعيفه نص جنيه. فالراكب كان بيقول يعني ايه اللي واقفني في الشباك؟ بيعمل عمليه مقامره، ممكن ادفع نص جنيه او ما ادفعش الاجره كامله. اه
فاهمني؟ لو اتمسك حته الغرابه بقت 10 جنيه وبتطبق 10 جنيه وبتطبق، فدلوقتي كله بيجري على الشباك يقطعها. احنا كطلبه كنا يعني بنغلب في المواصلات في السكه الحديد، كانت بتبقى زحمه، كناش اما نلقى اماكن خالص. بس ماشي يا مال. انت بتركبي منين لمنين؟ من ملاو المنيا. انت بتدرسي فين؟ المنيا. في المنيا بتدرسي ايه يعني ناس؟ الشعبه بتاعت الشريعه الازهر. ازهر شريعه ربنا يوفقك يا رب. انت عايزه تذاكر زياده يعني يبقى في تذاكر موجوده للطلبه؟ تذاكر انا عايزه يوفروا اماكن للطلبه. يوفروا اماكن ايه؟ هي بتقول لك قطارات زياده او يبقى في اماكن مخصصه للطلبه. تمام، قطارات زياده احنا بنوعدكم ان شاء الله بعد مراحل التطوير ديت. يعني المفروض ان يكون في قطر كده للطلبه. قطر مخصوص للطلبه. شفت الدلع بقى. ممكن برضو دايما الصوره تبقى مش منظمه شويه، تبقى الدنيا يعني مش اللي انتم متعودين عليه، بس انا بنحاول زي ما قلت لكم ان احنا على مدى الحلقه دي ان احنا كنا ننقل الوضع في قطر بيستخدمه عموم المصريين. ده القطر العادي، له المكيف وله الاسباني وله الفي اي بي. ده القطر العادي اللي بيستخدمه الغالبيه العظمى من المصريين. 850 رحله قطر بتطلع يوميا في جميع انحاء خريطه البلد، في جميع انحاء مصر. كنا موجودين النهارده على مدى الحلقه دي علشان نعرف ايه اللي حصل او ايه الفرق على مستوى الاجراءات، على مستوى متابعه العناصر البشريه اللي هم بيسموهم طوائف وطوائم التشغيل. ايه اللي حصل من يوم 27 فبراير وحتى النهارده؟ هل الصوره 100%؟ ما فيش حاجه 100%، لكن الناس اللي احنا اتكلمنا معاهم لسه مؤمنين جدا بانه القطر هو الامن، ولسه مؤمنين بانه او مقتنعين بانه القطر هو الوسيله الارخص واللي يقدروا يستخدموه. محتاجه تحسين اكيد، محتاجه زياده اعداد اكيد، محتاجه تجديد اكيد. على الاقل احنا بنحاول نتابع التغيير. زي ما كنا اول برنامج بيتكلم عن الحادثه في يوميها، كنا موجودين النهارده عشان نحاول نفهم ايه حجم اللي بيحصل لغايه اللحظه دي. نشوفكم دايما على خير.